لله يا عم حسن. بقاء لله وحده، الله يرحمه. ده كأن عيل من عيالي هو اللي راح. سترك يا رب، الغريق شهيد. ألطف بينا يا رب، الغرق موتة شينة، استرها معانا يا كريم. ربنا يخلي لك عيالك يا عم حسن، ويطرح لك البركة في حامد، ويكبر ويشيل عنك شوية. أمال ده هو ده اللي باجيلي؟ ازيك يا حسن؟ ازيك يا حاج؟ دبرت المبلغ؟ فضلك طول العمر يا حاج. انا بس كنت عايز استاذنك يعني تصبر عليا حبتين عبال ما ادبر المبلغ. ليه يعني يا عم حسن؟ لو انت مش بايع حته ارض ومعاك قرشين حلوين في ايدك فكها بقى. وهو نفس المبلغ اللي دفعته في العيال التلاته عشان اسفرهم يا حاج. يا حاج عايز اطمن على بقيه العيال. لا حول ولا قوه الا بالله. العمار بيد الله يا عم حسن، انت ليه بتفول على العيال؟ يا حاج انت صفرت عيالي التلاتي، واحد منهم بقاله سنه ما اعرفش عنه حاجه، والاثنين التانيين دوك هم. انت عايز الواد من دول ينزل يحط على ايطاليا يقوم رافع السماعه ومتصل بيك في التليفون؟ لا، الحياه هناك صعبه خالص، شغل وبس. وبعدين اذا كنت عايز ممكن ابقى اسال عيال من العيال بتوعي هناك يبعت يطمنا عليهم. ربنا يخليك، بس أني ما عنديش غير حامد، أبعته وأقعد أني بطولي. يا حسن بص يا حسن حواليك يا حسن، شايف العز اللي الناس فيه؟ أيوه. شايف الراجل اللي هناك ده؟ أيوه. دي بني فيلي. أه؟ ليه؟ ليه؟ سفرت له ابنه من سنتين. أيوه. عشان تبقى فاهم، الطلعة اللي جاية دي هتبقى آخر طلعة، وأنا هوقف بعد كده. في شوية عوق وقلق جايين اليومين اللي جايين دول، وأنا هكلم. ما قلت أقول لك بس إن دي هتكون آخر طلعة، عشان أبقى عملت معاك الواجب ويبقى عداني العيب بعد كده. أقول لك الفلوس هتكون حداك بكرة. بكرة؟ بكرة. أيوة كده يا راجل، ليك راجل مؤمن. وهتشكرني بكره يا حسن لما عيالك يرجعوا ويغرقوك في العز. لا حول ولا قوه الا بالله. النهارده هنتكلم على واحد من مؤسسي التعليم في مصر، وهو رفاع رافع الطهطاوي. ولد في محافظه سوهاج، ولد سنه 1801. ولد سنه كام يا اسلام؟ علي صوتك. سنة كام؟ 1801. وتوفي عام 1873. توفي عام كام؟ 1873. اتولد فين يا ابني؟ في سوهاج. كان بيشتغل يا اسلام؟ مدرس. مدرسة للغة العربية ومترجمة لها. ما هي كلها يومين ونحصل يوم. تفتكر ايطاليا حلوة كده زي ما الناس بتقول؟ ايوه انت صح. او كل الناس بتتكلم من عارف. انا سمعت انها ولا الجنه. مش اخوتك هناك ولا ايه؟ واحد بس اللي وصل، التاني في المركب، والتالت بتلجح في ليبيا عشان يركب. مسمعناش حاجه خالص عن اخويا اللي في ايطاليا. زمان هو ايه عايش احلى عيشه. استنوا هون لحد ما تجي المركب وتوصلكم لايطاليا. ما حدا يمشي ولا حدا يعمل صوت. لو حرس الحدود سمعوكوا هياخدوكوا ويعدموكوا. باهي ما يعدمونا ليه واحنا عملنا حاجه يا عم؟ ده هم بيقولوا كده بس عشان يخوفونا. واحنا ناقين قد ايه؟ قد ايه قاعدين موراناش حاجة. وهنكفي مين ده يا ريس؟ ما هم عايزين يخسرونا عشان يملوا المركب.
مقرارهم واسكت. مقراري منك؟ اسكت يا ولي. مش ساكت، رجع لي ابني. مش ساكت وطمني على اللي برا. ربنا يسامحك يا راجل، اعمل ايه دلوقتي؟ يا مراري يا مرا، انكتني بقى، قلت لك 100 مره مش عايز اسمع صوت. المركب غرقت يا حامد، المركب اللي فيها اخوك غرقت يا حامد. اخوك راح، قلت له بلاش ترميهم الرميه السوداء دي، اهي المركب غرقت. يا مرا انكتني بقى، ما المركب بتغرق كل يوم والعيال بتعوم لحد الشط. اهمدي بقى اهمدي، وما تقدريش البلد قبل وجوعه. قبل وجوعه؟ واحد في الغربه مش عارفين جلاله ايه، والتاني غرق، والتالت في ليبيا مش عارفين ايه اللي بيحصل له، وعايز تبعت الرابع. انت مش عايز عيالك يكبروا قدامك كده عشان تتشرفي بيهم؟ لازم يسافروا ويشتغلوا ويجيبوا لنا فلوس عشان نعيش. اصبري بس، ان شاء الله ربنا هيسترها. Ты чем там нахрен занимаешься? Ты чё нахуй в сосну въебался? Возьми мусор и выкинь его нахуй. Да, нахуй, мусор возьми, выкинь его. Cosa vuoi? Hai finito di lavorare di sopra? Voglio lavorare con te. Con me non ci lavori, te lo faccio mille volte. Cosa vuoi? Guarda che... طب ما كل اللي بتعمله هنا في ايطاليا انت لسه موجود عشان خاطري. في شغلانه اشتغلتها غير وكسفتني حتى المخدرات. يعني هو مفيش حل تاني ياكل منه لقمه عيش نظيفه بدل ما اموت من جوع يا ريس. انا قلت لك الحاجه الوحيده اللي هتاكل منها عيش انت اللي مش عايز. فكر يا عتريس، فكر ورد عليا، ما عندكش فرص تانيه.